نحن شجرة النبوة. قال الإمام الصادق عليه السلام: يا شهاب، نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ونحن عهد الله وذمته، ونحن ودائع الله وحجته. كنا أنوارا صفوفا حول العرش نسبح فيسبح أهل السماء بتسبيحنا، إلى أن هبطنا إلى الأرض فسبحنا فسبح أهل الأرض بتسبيحنا، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عز وجل وذمته، ومن خفر أي نقض ذمتنا فقد خفر ذمة الله عز وجل وعهده.